هذه نوعية من السندانات، شنو سعر هذه؟ براق عصا موسى هذا 2000 دينار. 2000 دينار. اسمها؟ هاي سندانة خاصة بمال عصا موسى. سندانة خاصة بعصا موسى. هذا سندانة سيت كاملة 3 سندان ب 12. وهذه السندانه؟ هذا سندان هم يجي سيت، هذا سعره 10000 دينار. قد السيت كم واحده؟ سيت 3 مالته. وهذا اني 35 سيت؟ هذا سيت 35 سيراميك. هذا نفس السعر، يجي اسود ويجي ابيض. اسود وابيض. وهذه السندانات اللي بالاعلى، هذه بلاستيكي، سندان بلاستيكي معون سعره 2000 دينار. 2000 دينار. اكو عندك هذه الاكبر 2500، هذا سعره 2500 القطعه. وهذا نفس ال، هذا سعره 4000 دينار القطعة مربع يجي السندان. وأيضا هذا 4000. هذا بلم 3000 دينار. هذا البلم 3000. وهذا أيضا بلم 7000 دينار. هذه السندانة حلوة سعرها 15. وهذه سندانة شكل جميل سعرها 15000. إذا بالدولار 11 دولار تقريبا أو 12. 12 دولار. هذه شو اسمها النبتة؟ هذه توم. قاعدين نرجع لها. هذه أيضا سندانة جدا جميلة سعرها 7000 دينار 5 دولار. تجي هم سندانة هم قاعدة وياها. اي سندانة وقاعدة. وهذه السندانة هاي كلش جميلة طبعا، هاي السندانة قطعة فخارية مال مي. هاي جرة فخارية مال مي. مال مي هاي. سعرها 5000 دينار. هذه سعرها 4 دولار. ايضا سندانات على 2000. هاي 2000 دينار. هذه نوعيه من السندانات 2000 دينار. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.